السلام عليكم خوتي، عندنا بزمن درنا لكم بودكاست وعجينا ندير لكم واحد على الاشهارات في الجزائر. درنا اليوم نهضر لكم على عده مقاطع من الفسيفيات، تابعوا معنا. وش خصك؟ معليش نجوز. جوزي والله راني حاجة راسي تطيح يبنى ولادا وميتين بشر كرشهم يتقرقع ومحرش على السيد جلال حليب واحد معي. صباح مالك انت فيه؟ كون يا ميزة سيها وجهني بالخبر عندك الصحة. وبوكا حابين نهضر لكم على الاشهار الذي حير العلماء البيزنطيين القسطنطينيين الجزائريين يكتل. زيت الزيبان تنحي الحسم البيبان وترغد بكل امان. ربي لا نمك تروح. انت لسقه سكر لسقه يسقف كل بلاص. روحي وراكي رايحه. ابي نهضركم اليوم على الاشارات الثلاث، منهم بزاف اللي راحوا كوما ومنهم صاحبي. مدينة في جبهة بنا وشطارة في الكوزينة ما تخطينا باينة طماطيش الحارة ميتة لطعم هي المختارة مرقتها عقدة تغذينا فيها كل الدق وصغارة يما بزاف شهيتينا باينة طماطيش الحارة عالمقارون نحكي للجارة طماطيش الحارة تهنينا في اللوبيا والشربة والشطيطحة والشخشوخة والدمرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. سر البنة في طيابي في طماطيش الحارة خربي طماطيش الحارة بنة وشطارة باينة طماطيش الحارة. أنت تتكلم جد؟ هذه مجموعة لبال فيها الخير ألوان وشكال وعلاش تحت بار ولبال أحسن اختيار سمن ومارغارين بنينة وللخبزة أحسن فارينة قهوة وحليب يغدينا ولبال أحسن اختيار مع المكلة كاين أصول نسيتنا بلا كوليسترول. ماما هاي القهوة يجي هنا. شو هذا اللي جبت لي يا اخي؟ قلت لك قهوة بونال، روح درك وبدلها. هاك تفضل السي حسن. مزية بدلتيها على خاطر غير قهوة بونا اللي ما نبدلهاش. يا لاصي الو اروح او صاحبي مات او قريب حيموت على اشارة تاعكم تفوخ مال خلاص بابي اليوم عليا غير نقول لكم عيط مبيلونس. اقول لي فراشيني كيف تعالى لحد الشاشة. سلام.